السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، متابعي قناة مدونة الإلكتروني جانيك، مرحبا بكم في فيديو جديد إن شاء الله. في هذا الفيديو إن شاء الله سنحاول أن نتطرق إلى موضوع الميجومتر. في هذا الفيديو لن نتطرق يعني لكيفية القياس أو القوة، يعني سهل جدا، هو عبارة عن أوميتر، كطريقة القياس بأوميتر. هذا جهاز يعني طراز قديم يعني ما تعيار، يعني مكون من ثلاثة عيار، الأوم متر والكيلو أوم والميجا أوم. في هذا الفيديو راح نتطرق يعني فقط فكرة عامة حول قياس، مثلا قياس الكهرباء الذي ينتجه يعني هذا الميجا متر. يعني كما تعلمون يعني كمثلا الأوميتر فهو يحتوي على البطارية، هذه البطارية يعني هي التي تساعد على قياس المقاومة، يعني الميتيمتر يعطي الكهرباء القياس، لكن في الميجومتر هذا يعني ميجومتر عادي لا يحتوي على بطارية، يجب عليك تدوير هذا الجيل هكذا من أجل توليد الكهرباء لقياس مقاومة ماء. والآن يعني في هذا الفيديو سوف أحاول أن أقيس الكهرباء الناتج من هذا الميجومتر. لاحظوا تم ضبط يعني الميجومتر على 600 فولت كونتيني مستمرة. الآن سأبدأ في تدوير، سنقوم بتدوير جهاز الآن مدى العيار على ميجا أوم، ثم نبدأ بتدوير الجهاز. لاحظوا أن مثلا أدور الجهاز ببطء، يعطيني A، ثم أبدأ بزيادة السرعة، سيبدأ التوتر بالارتفاع 254، لاحظتم ان التوتر وصل 400 فولت كونتيني. هذه الفكرة اتتني فقط يعني لقياس يعني التوتر الذي ينتج عن الميجومتر. اتمنى ان تكون قد استفدتم من هذا الفيديو، في فيديو جديد ان شاء الله. يعني هذا الفيديو من اجل اتخاذ كامل الاحتياطات عند استعمال مثل هذه الاجهزة. ودمتم في رعاية الله، لا تنسوا الضغط على لايك إن أعجبكم الفيديو واشتراك ومشاركة من أجل فيديوهات جديدة إن شاء الله. بحول الله، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.